لازم تعرفوا هذه النقطة، فكل واحد له طريقته. السيد لازم مستمتع، قد يكون 50,000 40,000 30,000، لكن لا تأخذوا بالقواعد اللي يقولها لازلو أو القواعد اللي يقولها جمال، خذوها بالقواعد التي تروها أنتم مناسبة لكم. كل واحد له طريقته، له طريقته يعني شيء خلاص. يقول لك رحلات مجانا ودعم، ليش أكر... فالذي يرعى 20 سفير 100% دخله كثير وأكثر. يعني هذا اللي أريد أوصلها للأخوة والأخوات، لما ترعى سفراء غير ما أنك تستمتع، اللي يجي يجي واللي يروح يروح بكيفه، وأنا مكتفي ب30,000 ل40,000. لازم تفهموا هذه النقطة، لأنها تبرئة للذمة الله يحفظكم. عرفتوا كيف؟ نعم. الناس في الإمارات دخلوا 5,000، يقول لك الحمد لله أنا راتبي أكثر من العمل في الشرطة، ليش أقعد أتعب نفسي، خلاص يكفيني هذا الشيء. وكل شخص له طريقته. I'm not sponsoring every day because it's not needed. عم يقول نيتو، أنا بحكم نيتي هلأ السفير ملكي أنا حر، يعني بصراحة أنا هلأ مثلا ما عم استقطب ناس جداد بشكل مستمر أو هيك. تفضلوا بس استاذ جمال، انا شفت لحظه شوي بالاستاذه ميساء، انا شفتها في الانجليزي ما شاء الله بطلاقتكم، وانا عارف ان انتم مشغولين. عندنا ظهرت الاستاذه ميساء تتكلم الانجليزي بطلاقه، نمسكها اليوم. فانتم جزاكم الله عنا كل خير، واحمد الشيخوني يدير الاسماء اللي بس مترجمه، خليه عباده مش كمترجمه يعني، لا بس بقدر اوصل الفكره يعني للاستاذ. مين عندنا يعرف انجليزي؟ لا، لانه ما تعرف الترجمه استاذه ميساء. بعرف بس يعني ممكن تمام، بحاول يعني. اوكي تمام. استاذ جمال خلي الاستاذ المتكلم باللغه الانجليزيه والاخت الاستاذه الترجمه، انا ساعدها، انا صاغي اذان صاغيه وانا اتكلم انجليزي، بس هي لها الاولويه قبلي. تمام. Yeah, this is the real life, this is how working the real life, you know. I have lots of members who never buy anything, or I have lots of members buy something and after it's finished. This is not the company mistake. This is not your mistake. This is how working the human. So don't worry about it. Don't focus it. You have more free time to find the serious people. Because if you want to be Kron ambassador, you have to find only 20 serious people who build their own business. هذا الشيء بيعتمد على الشخص نفسه اللي احنا بدنا ندعيهم، على الاشخاص المفروض الشخص اللي احنا بدنا نركز عليه. عم بيحكي انه يعني don't worry about it، ما نقلق على الشخص اللي احنا بدنا نختاره، وما تركز على الاشخاص اللي حاليا موجودين وبكون عندهم حاله سليب سار. فبنقدر انه نحول لاشخاص اخرين يكونوا جادين. اي شخص بيحب يبحث عن انه يصير كراوند امباسادور لازم يكون معنا بطريق انه يستمر بالعمل لحتى انه ينجز. يعني بما معنى انا عمالي بعطيكم معك مو ترجمه حرفيه، بما معنى بهذا. لا ممتاز ممتاز ممتاز، ترجمتك ممتازه، بارك الله فيكم. لكن السؤال المهم واللي حابب اطرحه للسفير الملكي استاذ لازلو، شو هي الاستراتيجيه اللي تبعها لتطوير ذاته لتطوير نفسه لحتى يوصل لهي المراحل؟ وشكرا. He asked this person about the strategy of your work to improve yourself in your work. So how يعني to reach to the Crown Ambassador? What the strategies to improve yourself? You know, of course, I'm really focused my education. So every time I try to learn new things and I find new strategies, because you know the world is change. So this is why I'm here now in Malaysia, because we want to develop something new for you and of course for myself too. You know, I use one of the best education page, education service, free education service in the world is TED.com. I put the chat in the link. So I'm here in Malaysia because you know the world is changed. So we have to follow the new trends. So this is why now we develop something new for you and for myself too. So the education is really important. So now I put the chat, you know, the one of the best website for your free education. It's calling the TED.com, and you can find many amazing presentation in Arabic language too. يعني لو انه يحط لنا اللينك افضل، لانه انا مش عارفه بالضبط ايش اسمه. هذا اللينك بيحكي لنا انه فيه برزنتيشن كثير مهم، شغلات فيها باللغه العربيه ممكن انه احنا نستفيد منها بعمليه التطوير. فبيحكي بالبدايه انه لازم احنا نعمل فوكسنج، يعني تركيز على شغله التعليم والتدريب اهم شيء،
الإديوكيشن كتير مهمة، إنه لازم الإنسان يطور من نفسه ويعلم من نفسه. طيب ممكن تطلب السيد لازم إنه يوضع لنا الرابط هذا بالمحادثة. Mr. about the link, it has a lot of presentation in Arabic language. So if you want, يعني if you please to put it in the chatting. I already put it. You can find it. And I now searching my favorite presentation. You know, it's available the Arabic subtitles. You can check the subtitles because this is the right communication way. So I use it when I talk about the business opportunity. You know, every time I talk about sorry, this is not that one. Forget. Yes, this is. Yeah. Okay. Sorry. So this is the link. Is a good link. So I use this way when I communicate. So you know, I'm talking about my why. Because this is the right communication way. You know, now I want to share with you my. You have this link, yeah, for the communication with others. You mean that? Yeah. You see, this is my phone. Maybe yes. You see it. You know, yes. Why, how, what. So, you know, this is every time is remind me what is the right way. First, we have to talk about my why, about all why. Why we are joined the DXN? Why we are use the product? Because this is the most important thing is for the new prospect. And only after talk about it, how you can do this business. And only the last thing is what you have to do. But the first, the main point, why? Because this is the most important thing for the new prospect. Why do you join the DXN? Why do you do the, why do you use the products? Why do you do this business? This is the most important thing. Yes. تحكي في نقاط كتير مهمة. رجمتها في يعني في نقاط أساسية، إنه بيحكي إنه في هذا الموقع اللي هلأ حالياً موجود فيه لغة عربية بتقدر تستفيدوا منه، هاي بتعتمد على فيها عناوين صحيحة، يعني بتقدر تستفيدوا منها في عملية الكوميونيكيشن، طريقة التواصل مع الآخرين، يعني مثلاً كيف إنه نتواصل مع الآخرين عن طريق الكوميونيكيشن نستفيد من هاي الطرق الموجودة. أيضاً حاطت زي الإشارة عنده ساين حاطتها على التليفون من ضمن الأسئلة why how what، يعني كيف انه احنا بدنا نسال انفسنا دائما الاسئله اللي احنا بنعرفها طبعا اوريدي بشكل طبيعي، واي ليش احنا انضمينا لشركه الدي اكس ان، هاو ايش السبب اللي احنا بخلينا انه ننضم للدي اكس ان، كيف انضمينا ولين انضمينا، ليه بنستخدم المنتجات وشو الفائده من هاي المنتجات، وكمان استخدم كلمه يعني بيحكي انه وات، يعني شو السبب الرئيسي لاحنا منضمين لهذا العمل وشو الاستراتيجيه اللي احنا بدنا نعملها، يعني كيف بدنا نعمل في مجالنا في الديكس ان، يعني اوكي احنا دخلنا قررنا انضمينا، طيب وبعدين كيف الاستراتيجيه اللي احنا بدنا نمشي عليها. فبحكي لك انه مهم جدا لازم نعرف احنا واي، يعني انه ليه احنا انضمينا لشركه الديكس ان، هاي هي السر الرئيسي في العمل. تمام. من القادة الذين كانوا وراء هذا النجاح وحقق هذا النجاح ما شاء الله، من اين ياتي بهذه البساطه لشرح كل الخطط المالية؟ وكمان أنا نعرف دي إكسن عندها منتجات فيما يخص مواد التجميل والروائح وكمان أواني منزلية، ما مصير هذه المنتجات في دي إكسن؟ She asked this woman from Algeria about the leaders to understand the financial plan in the company. The woman is asked about the leaders, how they succeed, how they had a succeed, and what is the secret in front of this success. Besides, how they simply understand the financial plan in the DXN company. Besides that, she asked about the products. When anyone joined this company, find a lot of products like parfum and cosmetics for our body, cosmetics for the woman.
and a lot of products we use it in the home, material for the home. These products, what shall, what would be? Thank you. So let's see. This is two different things. So first, talk about the product. So my strategy is I start the coffee or a soap. But of course, after, when the people has a positive product experience, and of course, everybody can be the product positive product experience if they choose these two products, because these two products are working for everybody. So if somebody get the positive product result, of course, the next step, I can share the other products too. Other products. So, you know, it's how working the human mind. If you show 100 products immediately, the new prospect cannot imagine, okay, what is my products? What I want? I cannot make a decision. But if you show two products, you can choose a coffee or soap. The decision is really simple and easy. But the next step, of course, I will show you, I use the spirulina, I use the Ganoderma, I use the lion's mane, I use the cordyceps. This is the next step. And the next step is I can show all products, three steps. تمام. هي هو الشخص مستر بيحكي عم بالنسبة للمنتجات إنه طبعا الشيء بيكون الشخص بيعتمد على الشيء الشخص نفسه إنه بيختار المنتجات بشكل بسيط بأول خطوة. كي بالنسبة إنه الشخص لازم يكون إيجابي ويقدر إنه يختار المنتجات بكل بساطة، وهاي المنتجات أصلا بتعمل مع كل الأشخاص، يعني إن all persons بيقدروا يستخدموها. بالنسبة للرزات بيقدروا يعرفوها بعد استخدامهم لهي المنتجات، بيقدروا يعرفوا إن المنتجات قوية وإيش أثرت عليهم. فلذلك هو عم بيحكي إنه نوصي أول شيء بالبداية إنه يوصى باستخدام المنتجات بالبداية بأول شيء إنه نستخدمها بشكل مبسط أول خطوة، اللي هي مثل الإسبرولينا، الريشي، الكورديسيبس، المنتجات اللي إلها قابلية في بداية الخطوات الأولى. ثم بالتالي نقدر نعرض عليهم المنتجات الأخرى اللي هي مثل الأدوات المنزلية، البارفان، التجميل، لأنه خلاص أخذ قناعته المبدئية بهاي المنتجات. طيب أستاذ ميسكا تفضل. I'm sorry I would like to continue. So for example, because I'm not a doctor, I'm not a natural healer, I wouldn't like to talk about the products. I never talk about the products, but I share the videos. For example, if you go my YouTube channel, you can find in the latest video, Dr. Asma. Dr. Asma, you know, the ladies from Pakistan. She's an amazing doctor. So in October in Turkey is a leadership camp. She hold the best presentation about the products. This is my experience. You can find my YouTube channel. So I just share it. I just share it if somebody's interesting for the products. Because, you know, she's more credible than me because she's a doctor. Where is he make an presentation? In which country? It was in Turkey. I will share in the chat. In Turkey. Tamam. Yes, I will share it in the chat. المستر عمال بيحكي بأنه هو مو دكتور عادة لحتى يحكي عن المنتجات إنها منيحة أو مو منيحة، هو بيحكي بناء على تجربته هذا الشيء. لكن في لينك هلأ حيعطينا إياه بيعتبر له علاقة بالدكتور أسمان من باكستان. هذا الدكتور بيحكي عنه إنه هو شخص amazing، تقدر إنه تستفيدوا منه من خبراته، ومثل ما قال عمل عرض في تركي بخصوص هذا الموضوع. Mr. Could you please share with us the link you said? Yes, I already shared it. You can find it. So, of course, you can find my YouTube channel, Many Doctor Presentation. And if you like, you can download, you can upload your channel. It is free for you and you can share it. So this video can be work behind you. بيحكي إنه يعني بتقدر هذا الموقع تطلعوا عليه وتنشروه مع الآخرين. يعني مفيد، موقع مفيد لإلكم. طبعا استاذ ميسا لو سمحتي، بس اول شيء تشكرين السيد لازلو على الوقت اللي اعطانا اياه اليوم، شكرا على تواجده وعلى معلوماته، وينصحنا اخر نصيحه. ممكن سؤال من فضلك من اوروبا؟ ممكن سؤال؟ تفضل يا شكرا. السلام عليكم جميعا، فلك ان تكونوا بخير. انا عندي سؤال للاستاذ.
بالنسبة للفرع في فرنسا هل يوجد عن قريب إن شاء الله يفتح فرع في فرنسا؟ وبالنسبة للمنتجات يعني إحنا عندنا كمية منتجات يعني قليلة، هل ممكن يعني يحددون منتجات في المستقبل؟ في هي الأسئلة، هي الأسئلة الله يرضى عليك، هو سؤال مش واضح لو سمحتي، ما بيعرف هي التفاصيل. أنا بدي أعرف على فرع في فرنسا لأنه إحنا بنشحن على إسبانيا وطريقة والشحن يعني مقدار من إحنا حبينا عبر إذا كانت نحن بدنا نستفيد من السيد لازلو بما معلوماته النصائح. إنه هو عايش في أوروبا يعني ممكن عنده إجابة، يا ريت. تمام. تفضلي، اسألي هل عنده علم بافتتاح فرع بفرنسا؟ فقط اسألي هذا السؤال. دقيقة. مستر شي أسك أباوت ذا أن أوفيشال سايت إن إيطاليا، إف ذير إز أن أوفيشال سايت ويل بي فور شيبينج. فرنسا. إن فرنسا. سوري. So first of all, if you go to the official DXM website, you can find every office address. So you have to teach your members. Everybody can find every information, the DXM official website. But you know, in Europe, it's those market is not open yet because it's few countries is not open yet. The main office in the Slovakian office. So you can find the DXM website, the Slovakian office. You can find the email address, WhatsApp number, and you can contact with them about those country that is not open yet in Europe, for example, France. هي عم بيحكي انه في كثير في المكاتب الرسميه موجوده حول العالم، وفي بيكون موجود اصلا الايميلات والواتساب بالموقع الرسمي هو نفسه لشركه الدي اكس ان، تقدروا تتواصلوا مع الموقع الرسمي وتسالوا انه هلا حاليا هاي البلدان اللي ما فيها مواقع يعني ما فيها official sites اللي هو الفروع ما فيها حاليا موجودة، فأنتم بتقدروا تسألوا عن طريق الإيميلز والواتساب الموجودين في الموقع الرسمي لشركة الدي اكس ان وتسألوا عن الأسئلة اللي بتدور حول ذهنكم يعني بخصوص الأفرع الجديدة. تمام. استاذ ميساء لو سمحتي بس تشكرين السيد لازلو على المعلومات وعلى الوقت اللي أعطانا إياه، واسألي أو اطلبي منه شو آخر نصيحة بتوجهها للأعضاء مع ختام هذا اللقاء. تمام مستر، we thank you for your time and for your cooperation. Hopefully we need a last advice from you and thank you for your time, but we need the, if you please a last advice for us. Okay. So you know the I think the most important thing is in this business, you have to enjoy what you have to do. So please find your own way, and only one point is needed. You have to enjoy what you have to do. Because if you enjoy your own way in this business, you want to do this business every time. This is the secret. No rules, because we are a true company with true products, with true marketing plan. So no needed any shortcut, no needed lying, because we are a real company. So you cannot do any mistake. You can do only one mistake if you don't do this business. This is my advice. Thank you for your time and thank you for the invitation. Thank you, Mr. Sir. هو عم يحكي إنه أكثر شيء مهم هو إنه تستمتعوا في هذا العمل حتى إنه تصيروا تنجزوا كل يوم. شيء مهم إنه نستمتع بهذا العمل حتى نقوم فيه، وأهم شيء لما الإنسان يكون مستمتع بعمله بيقدر دائماً إنه يقوم بهذا العمل every day. ما في أي rules لحتى إنه نقوم بأعمالنا هاي، فقط إن الشيء بسيط، المنتجات موجودة، المصانع موجودة، الأعمال كل شيء موجود بحياتنا، ما علينا إلا غير إنه نكون enjoying in our job. Thank you, Mr. for your cooperation. Thank you very much. تشكر السيد لازلو. إذا حبي يغادر السيد لازلو ما في عنده أي مشكلة، لأنه اللقاء معه خليه يأخذ حرية الوقت تقعيته كافية يعني. Of course, you know, as I told you before, the most important thing is you have to enjoy what you do. So if you enjoy to talk about these only two products, you can be successful. So as my example, I'm really enjoy to talk about the coffee and the soap. Of course, it is only the first step. But next time, I can share some doctor's video, some product experience. You know, we have a Facebook group only about the product experience. The most important thing is you have to enjoy. So what you say first time, you talk about only one product, or you can talk about the two products.
it's okay. You can be successful. Of course, it's not a question. Next time, you can share the product catalog. You can share more information if the members is needed. Because how working the human mind? If I satisfied about one product, about this company, of course, next time, the company will be credible front of me. So the other products can be interesting for me too. But you know, step by step, step. Thank you. هو ببساطة عم يحكي إنه المستير عم يحكي إنه المنتجات حكى عنها بالبداية أصلاً، حكى إنه إحنا لازم نستخدم أول شيء منتجين بالبداية، بعدين نقدر إنه نزيد عن المنتجات واحد ورا واحد. يعني نقدر نتحدث مثلاً عن معجون اثنين، مع منتجين اثنين، ثم نصير نحكي عن المنتجات الأخرى اللي ما تحكي بالعالم. إبليس في صوت كأنه يعتمد هذا الشيء على الانتباه للمنتجات، انه يكون في ثقه عند التحدث عن المنتج. واكيد ستيب باي ستيب كل منتجات تكون بالبدايه لها قابليه، نقدر نحكي عن المنتجات لاحقه فيما بعد. يعني هذا باختصار حكى بشكل يعني سيمبلي. شكرا، بارك الله فيك. تشكرين السيد لازلو، كل الشكر. طبعا بامكانه اذا حب يغادر اللقاء ما في اي مشكله، له حريه الاختيار كامله للسيد لازلو. Thank you Mr. for your time and for your cooperation. If you want to let you يعني to exit from the meeting, you can now. Thank you for time, for your time. Thank you so much. Please check my YouTube channel. So you can learn more. And of course, I'm free for you anytime.